اول حاجه هنعمل بديل السمنه البلدي، ودي بتنفعني جدا في الحلويات. اكتر حاجه حلويات بتبقى عايزه مواد دهنيه كتير، فلو استعملتي بلدي بس يبقى مش تعملي ان شاء الله كل شهر مره حاجه حلوه، انما لما تعمليها بالبديل السمنه البلدي تبقى معاكي حلوه جدا. يعني انا بحبها جدا في الحلويات، خفيفه كده تبقى خفيفه وسهله وعلى قد الايد كده، تقدري تعملي حلويات كتير وما تبقيش قلقانه ان السمنه غاليه جدا. فهنا معانا حوالي لتر من الزيت، او يعني لتر الا اللي هو قول لتر الا ربع كده، على كوبايه قشطه اللي انت محوشاها من اللبن، على كوبايه، على كوبايه وربع، على كوبايه ونص، زي ما انت عايزه. تمام، يعني كل ما تزودي في القشطه هيبقى طبعا احلى كتير. والزيت حواليك دلوقتي هنعمل بيه من لتر لتر الا ربع هنستعمله. انا زي ما بقول لك كده احنا بنعمل ده احسن حاجه، كمان طبعا في كل حاجه مش حلويات بس، بتعملي بيه كل حاجه. يعني حتى لو بتعملي حاجه بالزيت وعملتيها بديل السمنه البلدي دي هتبقى طعمها وريحتها احلى. اهم حاجه تنقي نوع زيت نظيف جدا، انضف نوع زيت عباد شمس، مش ذره ولا زيت زيتون ولا لا، عباد شمس عشان ملوش ريحه، فانضف نوع تجيبيه تحس ان هو شفاف كده. تمام، عندي خلاط سهله جدا بقى، يعني ما فيهاش اي حاجه، هو دي مقاديرنا. شفت المقادير ولا مقادير خالص؟ عملت لكم قبل كده ويعني الحمد لله كان عاجب ناس كتير. هنحط شويه زيت كده ونضربهم في الخلاط، ابيض شويه اهو. هديله بقى الايه، القشطه، الكوبايه، كوبايه وربع، كوبايه ونص، اللي تحبيه. اهم حاجه نوع الزيت يبقى نظيف، عباد شمس نظيف ملوش اي روايح، يعني مش زيت آلية، لا عباد شمس كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نضربهم مع بعض، وبعدين بقى ببدا انزل سلسوب الزيت. هحطها على النار، هتقعد بقى فترة على النار كده شوية أقلب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بقى ليها قوام ازاي؟ بقى بيضة ازاي؟ الزيت على النار اللي هو بديل السمنة البلدي على نار هادية، حطها على نار هادية كده وكل شوية أقلب فيه.